الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. مساء الخير دكتور أشرف. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني واضح إنه كان في لائحة وعملت الحقيقة جدل كبير، وده سبب الاجتماع وسبب البيان اللي تم إصداره اليوم، فقول لنا كده يعني أهم النقاط. أولا أنا بشكر الشركة المتحدة على هذه الدعوة الكريمة، وكانت جلسة إيجابية جدا، وأنا متفائل جدا بالنتائج اللي جاية إن شاء الله. وأهم الحاجات اللي خرجنا بيها طبعا إن طبعا اللائحة المجهولة المصدر أو الهوية دي لا صحة لها ولا محل لها من الإعراب. مفيش حاجة اسمها تصنيف أو توصيف لوضع تصنيف للفنانين أو للمبدعين أو للعاملين بالمهنة، والكلام ده لن يحدث ولم يحدث من قبل ولن يحدث مستقبلا. وهذا ما يعني كلنا اكدنا عليه، والنهارده انا يعني بقول الكلام ده على مسؤوليتي ان الكلام ده غير موجود بالمره. موضوع تمام. التوصيف ولا التصنيف ده غير موجود بالمره، وده غرضه اثاره الفتنه زي ما حضرتك تفضلتي وقريتي في البيان، اثاره الفتنه والبلبله بين الاسره الواحده. تمام. الحاجه الثانيه ان بشكر برضو الشركه المتحده على دعمها الكامل للقرارات اللي هتطلع ما بين النقابتين واتحاد المنتجين، وكله في صالح الصناعه. احنا النهارده بنعيد صياغه دستور مهنتنا من جديد، نشوف احنا فين امام التحديات الاقتصاديه والاسواق المنافسه، واحنا بلد الرياده، احنا مصر، احنا وليد الشرق. تمام. فلابد لنا من هذه الوقفه، ولكن مع ضمان حقوق العاملين بالمهنه. يعني ما حدش ابدا يقدر يمس حقوق العاملين بالمهنه، وهذا ما اتفقنا عليه. تمام. وان شاء الله في انتظار الاجتماعات القادمه، لان في بند مش عارف ما قريتهوش بقى، وهو عدم الادلاء باي تصريحات صحفيه او لقاءات تلفزيونيه، لكن انا طبعا يعني ما اقدرش ما اعملش مداخله مع حضرتك، ولكن أكيد. يعني هذا هو مسموح ليا من خلال الاجتماع، يعني دي حدود اللي اقدر اتكلم فيه. احنا هدفنا الارتقاء بالصناعه، الحفاظ على الصناعة، الحفاظ على الريادة المصرية باعتبار مصر يهود الشرق، الحفاظ أيضا على العاملين وحقوق العاملين في ظل كل التحديات اللي احنا فيها. أكيد أنا بتفق معاك جدا دكتور أشرف، وكمان يعني جيد جدا هذا الانتباه من كل الأطراف، يعني كل الأطراف المعنيين، النقابات المهن التمثيلية والسينمائية، شركة المتحدة، اتحاد المنتجين، لأنه تسريب معلومات ليس لها أساس من الصحة بتعمل بلبلة، وإحنا أنتوا في إطار الاستعداد بقى خلاص إنه يبقى في دراما في شهر رمضان جاي في حاجات. ولكن أنا بتفق معاك، إذا بنؤكد إنه لا تصنيف لا لوائح ليس لها أي شيء من الصحة، وبنتمنى انه يعني المداخله اللي جايه يكون عندنا اخبار انتاجيه واشياء خاصه بالفن. بشكرك شكرا جزيلا فنان الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه.